السلام عليكم شباب، مرحبا بكم في هيروز اوف لاج. اليوم معانا النسخة الخاصة لمترويد سامس ريتيرنز اللي هي الليجاسي اديشن، وراح نسوي الانبوكسنج بشكل سريع. فخلنا نبدا من الامام. عندنا صورة سامس وعندنا لوجو اللعبة اللي فيها بيفل، ومن الصوب عندنا كتف سامس بس ما في شيء خاص، ومن ورا عندنا المحتوى البوكس. وعلى فكرة هاي النسخة الاوروبية ترى. فخلنا نبدا نفتح البوكس الحين. اول ما نفتح البوكس راح نحصل هذه العلبة الصغيرة اللي فيها شعار سامس. خلني افتحها. هذه العلبة عليها شعار سامس مثل ما تشوفوا، وهذا هو الباج على شكل شعار سامس. اذا الكاميرا تسوي فوكس مثل ما تشوفوا لونه ذهبي، وهذا هو بدون البوكس. طبعا هذا باج، فتقدر تحطه على قميصك، على كمتك، على شنطة، ما ادري. انا شخصيا راح احطه ديسبلاي، لانه اصلا كولكترز ايتم. هذا والحين معانا الارت بوك لمترويد سامس ريتيرنز، ومن ورا عندنا ارت بوك لمترويد ريتيرن اوف سامس اللي على الجيم بوي. فخلني ارويكم من صوب سامس ريتيرنز. خلني افتحها. اوكي، اول صفحة عندنا سامس على اليسار، وعلى اليمين عندنا السبايدر بول، وهنا الصفحة الثانية عندنا مترويد الفا، ومن صوب ريتيرن اوف سامس عندنا سامس والجن شيب. فالحين بخليها هنا. وهذا هو الساوند تراك ديسك اللي يسمونه سامس اركايفز. هذا هو الديسك من وراء التراك ليست. هذا هو من داخل، عندنا 8 بيت سامس. بعد طبعا الموسيقى اللي تسمعونها في الخلفية كلها من هذا الديسك. وهنا نفس الشيء، تحت الديسك عندنا شعار سامس، راح احطه هنا. اوكي، والحين عندنا هذا الكيس، ايش في داخله؟ يمكن حلاوة، يمكن ما ادري ايش، بس لا، في الكيس هو هذا الكي تشين او سلسلة مفاتيح، او ما ادري ايش تسمونه بالعربي. المهم هذا على شكل كرة سامس، راح احطه هنا. وهذا هو الكود لمترويد ريتيرن اوف سامس اللي على الجيم بوي. هذا الكود عشان تنزله من الاي شوب على النينتندو 3DS. ونفس الشيء هو بوستر بعد، انا راح اعلقه في مكان في غرفتي، لان عندي ريتيرن اوف سامس على 3DS من قبل. وهذه علبة مترويد سامس ريتيرنز على النينتندو 3DS. من داخل عندنا اللعبة، ومن ورا عندنا معلومات بسيطة عن اللعبة، واخيرا عندنا الستيل كيس اللي يشبه شريط جيم بوي مثل ما تشوفوا من صوب ومن ورا، كنا كارتج جيم بوي، الجيم بوي الاصلي ترى الاولي. هذا شكله من الداخل، ما في شيء خاص بس. والحين راح احط الجيم كارتج في الستيل كيس. وهذا هو كل شيء في النسخة الخاصة لمترويد سامس ريتيرنز ليجاسي اديشن. طبعا انا شغال على الريفيو لمترويد سامس ريتيرنز، بس ادري اني متاخر، بس اللعبه تستاهل صراحه يعني. شكرا على مشاهدتكم، واشوفكم في الحلقه الجايه.